بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما رأي شرح نظركم بالشخص الذي يقتل الخيول للزينة أو للتجارة أو للسباق، وهل عليها زكاة؟ ليس عليه زكاة إلا إذا كانت للتجارة. إذا كان الإنسان يتجر بالخيل يبيع ويشتري فيها فعليها زكاة فروض التجارة. أما إذا عدها للسباق أو عدها للركوب فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. نعم. أي شيء لا بأس، حكمه لا بأس، بل هو من الأمور المطلوبة، ولهذا جاز العوض في السباق على الخيل. يعني يجوز يتسابق اثنين على الخيل بعوض بفلوس، لأن في هذا إعانة على الجهاد في سبيل الله وتمرن على ركوب الخيل، والخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم.